أكد الدكتور خلف المفتاح عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام والعلاقات الخارجية أن الاحتفال بذكرى الحركة التصحيحية بعد 43 عاما من انطلاقها يأتي في إطار التأكيد على تمثل نهجها فكرا وسلوكا في الحزب والسلطة والمجتمع باعتباره جزءا من الإرث السياسي والأخلاقي والوطني الذي تركه لنا القائد الخالد حافظ الأسد، وهو أحد أسباب صمودنا في هذه الأزمة. جاء ذلك خلال حوار مفتوح ضمن منبر اتحاد الصحفيين حول الأزمة السورية ودور القوى السياسية والمجتمعية في مواجهة تداعيات العدوان على وطننا. حقيقة هي لم تعد أزمة سورية، وإنما أصبحت أزمة على مستوى العالم. هي أزمة دولية، أزمة إقليمية، وباعتقادي جعل هذه الأزمة أزمة ذات طابع دولي وذات طابع إقليمي هو نجاح كبير يجب أن نسجله للسيد الرئيس بشار الأسد، عندما أثبت للجميع أن استقرار سوريا يعني استقرار المنطقة والعالم، وأن العبث بأمن سوريا هو عبث بأمن واستقرار الإقليم والعالم. لذلك نجد الآن دول الإقليمية ودول العالم الكبرى هي التي تتسابق من أجل انعقاد مؤتمر ما يسمى مؤتمر جنيف 2، وأن الزلزال السوري حدث سيكون له ارتدادات على المستوى العالمي. وأشار المفتاح إلى أن المواجهة بين المشروع العروبي والمشروع الإخواني هي مواجهة تاريخية قديمة، والانتصار سيكون تاريخيا بحجم هذه المواجهة، منوها لأهمية دور المثقفين ورجال الدين المتنورين في محاربة هذا الفكر الأسود. هذا وقدم السادة الحضور مداخلاتهم التي حملت رؤى إصلاحية تفاعلية بهدف الارتقاء بالعمل الحزبي والمؤسساتي ومواجهة الحرب التي تشن ضد الوطن سوريا.